ايضا ضربة تخافض. كان الحظ حليفنا عندما علمنا بقطار العثمانيين الذي خرج عن مساره مؤخرا وكان يحمل أهم شحنة. انضمت دورية صغيرة إلى العثمانيين الذين نجوا من التصادم وحرسوا الحطام معا منتظرين التعزيزات. نمضي في طريقنا متغلبين على من قد يعيقون تنفيذنا لذلك مهما كانت التكلفة. يتميز المقاتل المنفرد بميزة واحدة عن قوة العدو الكبيرة، يمكن للمقاتل المنفرد أن يتحرك متخفيا. بالرغم من أن الأسلحة النارية القوية والمؤثرة يمكنها جذب الانتباه غالباً، عليك أن تكون مستعداً لرد العثمانيين بالمثل. انتبهوا للنوافذ.
آلات حرب جديدة كالدبابة غيرت مسار الحرب بين عشية وضحاها، ولحسن الحظ كان معظمها لصالحنا. معظمها. لقد تعرض رجالنا في الكنيسة للهزيمة، يجب علينا من الخلاء. استخدم ذلك المدفع الرشاش، اسحبهم. لقد جعلناهم يهربون، استمروا. تقدموا من أجل الملك والوطن. إننا بمثابة هدف كبير وثمين أمام ذلك الشيء. دمروا هذا المدفع اللعين. إذا أصبح هذا المدفع اللعين هدفا واضحا لك فدمره. سحقا. انتبهوا. وبدلا من المغامرة وجدنا الخوف، وكان المعادل الحقيقي الوحيد في الحرب هو الموت.